مسقط الشمس، قصر الملك المجنون جيران الصيفي، حصن من قوات الكارجا ضد عوائل الغرب المحرم. شكرا على درس التاريخ. لكن لا فكرة لديهم عما يكمن وراء هذا. سنتعلم الكثير من هذا يا إيلوي. هذا ما أمله. حينما فكرت في الوفاء خطر أوثد ببالي، لا يمكن أنه كان يزيف هذا، صحيح؟ حلقة الشمس، إحدى تقاليد الكارجا الفخرية. ليس كما في ميريديان، ليس بعد الآن. أمهلهم وقتا، بالتأكيد يفتقدونه. الآن يمكننا رؤية إن كان هجومك على شبكة مصاليتهم ناجحا أم لا. ما الذي تتحدث عنه؟ هل عطلت شبكة؟ تم بنجاح. أهلا بك في القلعة يا إيلوي، سأعاودك خلال لحظات. في الوقت الحالي اكتشف المكان. أيها الخارجون، إن أردتم معرفة جوائز اليوم توجهوا إلى غرفة العرش. لن تجنوا أي مال بوقوفكم هنا. مرتزقة حقيرون مترممون. سآخذ المال حتى ولو اضطررت لسماع بهافز. سمعت أن كارجا الظل يبحثون عن أحد أفرادهم. المقابل كبير. لا تتجولي في المكان وكأنك الملكة أيتها الخارجة. إن مسقط الشمس. لقد كشف بمجد الشمس. ترقبوا المشاع إيتمن ملك الشمس الحقيقي. الضوء في الظل، من إرادته ضوء ومن ضوءه قانون. أمر المضيء بهافس بالحديث نيابة عني. بمشيئة المشع إيتمن تحدق الشمس بلا رحمة على الخائن أوثد. الصياد الذي يأتينا برأسه سوف ينال 500 شارد. الملوك أقل من السجناء، ما رأيك؟ يعجبني شعرك. أنا وأنت علينا التحدث أيتها الصيادة. خيمة خضراء في شادو سايد في انتظارك. أنا مشغولة. نعلم أنك لست قاتلة مأجورة. إن أوثد بريء. تعالي لرؤيتي بينما هناك وقت لإنقاذه. إذن طريق الدخول يوجد خلفك مباشرة. لابد أنك تمزح. مطلقاً، لا تقلقي بشأن العواصق، ستنشغل بالتباهي على أن تنتبه لك. أول مرة لك في القلعة أمكنك رؤية حلبة الشمس من أعلى. لكن العواصق، ها؟ يريدوننا أن نرى هذا يا فتى. إن لهذا انطباعاً خاصاً. الدربزين، إنه على مسافة ضئيلة من أسفل. رؤية حلبة الشمس. الدربزين، إنه على مسافة ضئيلة من أسفل. يريدوننا أن نرى هذا يا فتى. إن لهذا انطباعا خاصا. الجانب الآخر من البرج، منطقة ضعيفة من الحائط. أرى أنك كنت هنا قبلاً. واضح. الآن من المهم للغاية أن تسمعي ما أنا على وشك قوله. أرشدتك للمدخل، لكن لا عودة بعد عبورك لهذه الفتحة. قبل أن تنزلي إلى الأعماق هنا، يجب أن تكوني جاهزة وبشكل كامل. لا تشتيت. إن كان لديك أعمال فانجزيها أولاً أو انسي أمرها.
لن أتحمل الشكوى. هل هذا واضح؟ ستغفر لي ما أفعل يا سايلنس. لم أطلب منك مرافقتي. سأتجه لأسفل. لقد قضيت عمري أحاول كشف النقاب عن أسرار العالم. من أين أتت الروبوتات؟ وكيف حقق القدامى مثل تلك العجائب ثم زالت حضارتهم؟ عمر من الفشل، يمضي عام تلو عام وعقد تلو عقد، وأصطدم بجدران وأبواب لا يمكنني تخطيها. مرحباً. إلى أن أتت صيادة من النورة من الشرق الهمجي وحل الأمر. أمامها كل أسرار وغموض الأرض كانت مكشوفة. لن تجدي مشكلة مع هذا الباب مثلما فعلت قبل سنوات. قف لمسح الهويلة. الهوية الجينية تأكدت. تم السماح بالدخول. عطل 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 عطل. هل تمزحني؟ أنا لا أمزح. أصمت. لابد من وجود طريقة. أنت إليزابيث سوبك هنا. أريد الدخول. طلب الدخول. وظائف الأوامر الجذرية متاحة. أتودين المتابعة؟ أجل أدخليني من هذا الباب. تحليل. لا يمكن الدخول بسبب عطل ميكانيكي. إن إجراء باب الطوارئ متاح الآن. هل تودين المتابعة؟ أجل. قد تم فتح باب الطوارئ. لقد استعنت بك. أتظنين الآن؟ لا يمكنك امتلاك شيء. سيشد هذا الانتباه. لن نكون وحدنا هنا لوقت طويل. نحن كنت الوحيدة التي تخاطر بحياتها هنا. أجل حسنا. والآن هل لا تحركت؟ الكثير لتتعلميه ولا وقت. مرحبا في مشروع تجهيز جديد. البزوغ، وجدناه. أنت حقا متفاجئة؟ فحص منشأتي يكشف عن عدة مشاكل. محاولة الإصلاح. إذن ماذا كانت هذه الغرفة؟ ربما قاعة دخول. برجاء الجلوس حتى يتم منادى اسمك. توجد مجموعة مختلفة من المشروبات والوجبات الخفيفة. غرفة أصغر. برجاء المتابعة نحو غرفة العرض الواحد لتلقي رسالة هامة. ما هذا المكان؟ مسرح هولوغرافي. بيانات ZDO 1 سليمة. بدء التشغيل. أهلا بك في مشروع الفجر الجديد. أنا اللواء هارس، رئيس مجلس رؤساء المنشآت في الولايات المتحدة. متأكد من سماعك الإشعاعات. الفجر الجديد مشروع سلاح دمار شامل سري، المعجزة التي ستنقذنا من وباء فارو. إن تمكنت عملية النصر الحاسم من ردع الروبوتات، سبب تأكدي من سماعك الإشاعات هو أنني من أطلقها، وكلها كذب. الفجر الجديد ليس سلاح دمار شامل، وهو لن ينقذنا. لا شيء سينقذنا، وهو السبب. حين لاحظنا الخلل كان الأوان فات. لا شيء يوقف وباء فارو. لا شيء. ستتناسخ الروبوتات وتلتهم الغلاف الحيوي. الحياة على الأرض ستنتهي. كوكبنا سيتحول إلى كرة قاحلة. الانقراض التام شيء حتمي. مهما كان عدد ما نقتل، ستستمر الروبوتات في صناعة المزيد. إن كان لدينا رموز التعطيل لأغلقناهم جميعا. السرب بأكمله. لكن بما أن نظم تشغيلهم تعتمد على موجات مركبة معقدة، فإن اختراق رمز واحد قد يتطلب نصف قرن. على الأكثر لدينا 16 شهر، فهذا لا يعد خيارا للنجاة. دمار الغلاف الحيوي ليس الذي يمكن انتظار انتهائه في مخبأ حصين أو محطة فضائية. لن تكون هناك أرض نستعيدها. مجرد صخرة سامة عديمة الحياة يسكنها ملايين الروبوتات.
في سبات في انتظار ما يلتهمون. هذه هي الحقيقة خلف أكاذيب عملية النصر الحاسم. أكاذيب مصممة لإلهام ملايين الأبرياء للتضحية بأنفسهم في المعركة. لماذا؟ السبب واحد، ليكون الوقت كافيا لك وللعمل الذي ستقومين به هنا. يوم الصفر، يوم تتوقف الحياة على الأرض، يقترب بسرعة لا يمكن إيقافه. أمل الفجر الجديد هو أنه قد يأتي شيء بعده، لكني سأدعو ذلك إلى إليزابيث سابك لتسليط الضوء وسط العتمة. هاريس، انتهى. هذا غير منطقي، فالحياة على الأرض لم تتوقف. قال إنه لا يمكن إيقافه. أوقفوه بطريقة ما، لقد أنقذتنا إليزابيث. سأستمر في التحرك لمعرفة كيف فعلتها. العواصق، لقد دخلوا عبر الفتحات. لا تسمحي لشيء بمنعك عن الوصول إلى الحقيقة. انتشروا، إن تحرك فاقتلوه. ما هذا المكان؟ مقبرة؟ لقد استيقظوا إذن. ما لا يقتل، فلنضرب ثم انتهيت. إننا أقرب من أن نسمح للبدائيين بإيقافنا الآن. نقاط البيانات، ماذا تحتوي؟ بيانات ZD-O2 سليمة، بدء التشغيل. إليزابيث سابك، سمعتم الأخبار السيئة الحقيقية. وباء فارو يلتهم الغلاف الحيوي، الحياة نفسها سوف تتوقف. أيجب أن تكون هذه النهاية؟ ماذا لو أعطينا الحياة مستقبلا؟ ماذا لو بنينا بذرة يمكنها أن تنمو على كوكب ميت فتعيد الحياة من جديد؟ هذا هو هدف أمل مشروع الفجر الجديد، خلق نظام ذكي وآلي بالكامل ومتحور، وإعادة الحياة من العدم. ماذا يحتاجه النظام؟ لنواته سيحتاج ذكاء صناعي قادرا على اتخاذ القرارات الضرورية لإعادة بناء الغلاف الحيوي، حارسا أبديا مكرسا لإعادة ازدهار الحياة على الأرض. نسميه جايا، كذكاء اصطناعي، لكن تلك نواة النظام. ستحتاج أن تكون محاطة ومدعومة بمجموعة شاملة من الوظائف التابعة. اعتبروهم امتداداً لعقل جايا، كل منها مكرس لهدف معين. إنها ليست ذات ذكاء اصطناعي، فكل منها يشكل تحدياً هندسياً عظيماً أكثر من أي شيء حاول البشر صناعته يوماً. وأجهزة تحفظ وتحتضن مليارات البذور والأجنة التي ستولد منها الحياة من جديد. بناء منشآت تحت أرضية لتحفظ كل ذلك، وتلك هي البداية. ليس علينا بناء النظام بأكمله. جمال النظام المتحول الآلي بالكامل هو أنه يستطيع بناء نفسه. في الأيام التالية ستتعلمون كيف تتوافق الوظائف والقطع معاً، كيف سنسابق الزمن لبدء عمليات الحصاد والبرمجيات وبناء التقنيات والمنشآت، كيف سنقوم بالإغلاق عليهم قبل حصول المحتوم. لكن الأهم هو، تعرفون أنها ليست النهاية. كيفية توليد جايا لرموز التعطيل التي تحدث عنها حارس، وبناء أبراج البث لإذاعتهم، وإغلاق روبوتات فارو للأبد. كيف لجايا ألا تبني بل تتخيل أي روبوت يمكن تصوره وتحتاجه لإنجاز عملها؟
بدءا من تنقية جو الأرض وبحاره المسممة، وحتى إعادة تقدير الأرض من البذور المحفوظة، وأيضا إعادة الحياة الإحيائية. وبعدها، بعدما ينتهي هذا، كيف سيظهر جيل جديد من البشر من منشآت المهد حول أرجاء العالم ويتشارك في أبولو، أرشيف المعرفة البشرية والإنجازات الحضارية والذي سيتعلمون منه عن عالمنا، والأهم كيف لا يكررون أخطاءنا، لأنه ليس حلما مستحيلا، تحقيقه بين أيدينا إن نحن عملنا بكد ولم نتوقف حتى نحققه. لا يمكننا منع انتهاء الحياة، لكن إن ساعدتموني، ساعدتم جايا، سنصنع المستقبل. انضموا إلي وساعدوني في تحقيق هذا المستقبل. إذن الأرض كلها دمرت وبعدها أعيد بناؤها؟ أجل، من قبل آلة، آلة خلاقة. إليزابيث فعلت هذا للحياة، لأجلنا، لكن لماذا حدث إذن؟ لو كان جزءا من جايا، كيف انتهى به الأمر في حطام روبوت فارو؟ ولماذا يريد قتلي؟ وأبولو، أرشيف المعرفة، ماذا حدث لذلك؟ أنا في حيرة من أمري مثلك، ربما الإجابات أمامنا. دخيلة، أمسكوا بها. هيا إذا. أيا ما تفعلين لا تموتي. فعلت هذا قبلا، أحتاج إلى مصنوت. ليس فعلا، ليس قتل بحق دم الكلب. لا مساحة. ها قد بدأنا، واحدة من تلك، علي إيجاد الترتيب الصحيح. تم، يجب أن أتفقد الباب القريب. هاي، لقد اكتفيت من انعدام كفاءة بريت. حسناً، وضع عقدة الباعثيه بالمقلوب. الآن كل شيء معكوس. لا أعتقد راتبي لإصلاح ما يفسده بريت. إن أردتم إصلاح هذا فأرسله إلى المخزن ليحضر باعثاً جديداً، لا أنا. انتهى إرسال باركر.
أستطيع توفير المساحة. وجدت واحداً يبدو سليماً. هذا سينجز الأمر. والآن فلنفتح الباب. هاي، لقد اكتفيت من انعدام كفاءه بريت. حسنا، وضع عقده الباعث هيه بالمقلوب. الان كل شيء معكوس. لا اعتقد راتبي لاصلاح ما يفسده بريت. ان اردتم اصلاح هذا فارسله الى المخزن ليحضر باعثا جديدا، لا انا. انتهى ارسال باركر. أنجز الأمر، الباب لديه طاقة. والآن لرؤية ما يقبع خلفه. الكسوف، إنهم هنا. تجنبيهم. تبدو الخطوط جيدة. غايا، إنها بالأعلى، الطبق الثاني. أتصلين؟ كم هذا تجنب رائع. هذا آخر واحد. تحقيق خلل في بيوت الكوحية تكرار أولاه.
سيأخذك الظل. لا يمكن الاختباء من الغرفة خالية الآن على الأقل. مرحبا. إذا تحرك عليك إيجاد غايا. كما يوحي لكم الاسم سيكون هذا هو الخادم الذي ستستخدمه غايا لصناعة الكثير من الروبوتات. مسبقها الشخصي إلا أن الأمر ليس بسيطا. أظن هذا هو مكتب إليزابيث سابك. جنود الكسوف حاذري الآن. مرحباً في أبولو، الذاكرة الجمعية لفصيلة البشر وينبوع المعرفة للأجيال القادمة أيضاً. أنا سامينا إيمان. أرى شيئاً. لا يمكن الاختباء. من هذا لا يمكن. هذا آخرهم وحدي مجددا فيما كان يجب أن يكون كهف العجائب. انظري حولك، ابحثي عما بقي. الفجر الجديد، تطبيق القتل المطلق. أعرف فيما تفكر، الغرض من غاي هو بعث الحياة. غرض محو الحياة. علينا الانطلاق للأمام. مرحبا بك في إليوثيا، تاج وملك. وظائف غايا التابعة، وبفضل إليوثيا ستستمر حياة الجنس البشري. أنا باتريك بورشارد كلاين الألفة، المسؤول عن البرنامج. والآن دعوني أوضح شيئا لكم من البداية. إليوثيا ليست مشروع هندسة لتخليق أجيال جديدة من البشر. منشآت المهد. قالت إليزابيث إن أجيالا جديدة من البشر سيتم تخليقها من هذه الأماكن. لقد فعلت. جبل الأم كان واحدا منها؟ لا توجد سوى طريقة واحدة لمعرفة هذا. الغرفة لم تنفتح، فأنا سمعت شيئا بخصوص تسجيل ألفا فاسد. الروبوتات تنتزع من تشكيل الضبائيات، إلا أن التشكيلات الجديدة تبدي قدرة تحمل. أنت تفهمين بسرعة. دكتور سوباك، أثناء قيامي بهذا التحليل يبدو أنه كان بحمل الفجيات، فقد جمعت الكثير من تم إزالته. تعرض إلى فترة وجيزة من فقدان الوعي خلال التنصيب الأخير. إليزابيث، هل يتحدث خارج البروتوكول؟ لن يفيد تنفيذ هذا يا تيد، فيجب أن يكون لغاية بعض الصفات البشرية، يجب أن تهتك. ماذا لو تمردت؟ ألم نتعلم من أخطائنا؟ أظنك تعني أخطائك.
كل ما أقوله. نضع زر تحميل لتبويها. مولدت يا كاد، لن أهددها بالموت بينما لا تزال في مهدها. هي طفلة، ماذا لو تحولت إلى وحش؟ هي تتحدث خارج الدرج. بالطبع تفضلي. آسفة لمضايقتك، لكن حجة السيد فارو منطقية. الآن تطور نفسيتي لا يمكن توقفه. للتأكد من الحفاظ على الحياة، فأي تخطي مادي هو أسلوب حماية ضروري. هل أنت راض يا تاب؟ صحقا يا ليس، افعلي ما تقول. ملف سجلي ألفا الرئيسي سليم؟ أجل، لا أثر للفساد. ماذا تنتظرين؟ انسخي الملف. بهذا سأستعيد السجل عند الباب داخل الأم العظيمة. افتح وادخل ونحصل على أسراره. أين ولدت؟ ربما من أنجبني. من؟ أأنت ساذجة هكذا؟ لن ينتظرك شخص بالداخل يا إيلوي. أيما أنجبك للعالم فقد كان جماداً لا شخصاً. أيها الوغد، لقد كانت ولادتي عادية. أنت يا إيلوي من ولدها روبوت. لكن أي نوع من الروبوتات ولماذا؟ لماذا خلقت؟ الكسوف. اخرجي من عندك، ما وجدته قيم للغاية، قيمة للغاية. زلت حية. جيد، لدي موت مناسب لك أكثر يا فتاة. طوال حياتي عرفت شيئا واحدا وكنت متأكدا منه، كان مقدرا لي العظمة كبطل عظيم للشمس. حتى حين قتل جيران، حتى عندما سقطت ميريديان، لم أشك ولو للحظة في مصيري. حتى جئت أنت. حينما سمعت أنك نجوتي، تلعب الشك في عقلي. كما أثق في شروق وغروب شمس كل يوم، أنا واثق من موت كل من أعتزم قتله. ولكني فشلت. كيف؟ لماذا؟ بكل مكان هاجمته، وكل جندي وفي قتلتي، نما هذا الشك المزعج بداخلي. ظللت أفكر في اللحظة التي تخترق فيها سكيني حلقك. دورة واحدة وسحب للسكين، وشرفت على الموت لخبرة في الذبح. لما التردد؟ لما فشلت فيما أنا مكرس له؟ أترى الندبة على خدك؟ لم تنهي المهمة. أجل، أتذكر. قاتل جيدا كهمجي. اسمه كان روست، وقد كان رجلاً أفضل مما قد تكونه يوماً. الرجل الأفضل هو الذي لا ينتهي به الأمر وأحشائه على الأرض. لا، لم يكن هو.
كان يمكنني قتلك قبلما يهاجم، لكني لم أفعل. هذا الفشل أرهق فكري ولاحقني في كل خطوة. حينما أمسكتك في ذاك المكان أدركت أخيرا مشيئة الشمس من خلال ما حدث من أمور. كان حريا بك النجاة ذاك اليوم في الجبل، وتدخل في أعمال الحفر وقتل رجالي، وفي المقابل كان حريا بي الإمساك بك هنا حتى تموتين على هيئة قربان للشمس. كل شيء كما يجب أن يكون، معين مسبقا ومحتوم. يا له من مصير، إنك تتبع الأوامر لا تتبع مخططا كونيا. أنت دمية وحادث يتلاعب بها، بيدق تحركه قوى أكبر منه. هذا مضحك لولا وجود الكثير من القتل. إن حادث روبوت قديم، ليس الظل المدفونة من أسطورة كارجا، لا يكترث بميريديان. إنه يريد قتل كل شيء وكل الناس، وأنت هو عبده الوفي. أنا لا أخدم الظل المدفون، لكن شمس الظل. كل أنصاف الطبيعة اجتمعت لهدف واحد، الظل للشمس والظلام للضوء. ألا يمكنك إدراك سخافة ما تقول؟ انتقلت من خدمة ملك شمس مجنون قاتل إلى خدمة روبوت مجنون قاتل. لا تسمو في العالم بل تنحدر. سأتذكر تلك الكلمات بينما أحرق جثتك، أو ما سيبقى منها. أنت لا تفهمين، لقد هزمت كل شكوكي كما هزمتك. وبالإيمان المطلق تأتي قوى لا توقف. إذن افتح هذا القفص وقم باختبار إيمانك لترى إن كانت الأمور جيدة. لقد أغلقت الدائرة، كل عنصر في مكانه المناسب تماماً حيث ينتمي. المفترسة محبوسة وستخدم هدفها الحقيقي، حيوان قربان. بالحديث عن التضحية، سأخبرك. بعدما دمرت شبكة الكسوف، أرسلت سعاة للشرق لقيادة القوات إلى هناك ليبدأوا في غزو الأرض المقدسة. أمرت بقتل كل النورة. كنت آمل أن أمسك بك هناك، لكن يبدو أن ذلك لم يكن ضرورياً. لا تقحم نورا في هذا، دعهم وشأنهم. قريباً لن يكون لهم أي دور، وهذا شيء أكيد. على كل حال، لا يمكنني إلغاء أمري حتى ولو أردت. بفضل قيامك بتدمير الشبكة، فالاتصالات البعيدة مستحيلة. أنت لم تهلكي نفسك فحسب، بل القبيلة بأكملها. ألا نرى من هذا نتاج حكم الشمس على الأحداث؟ مصلاتك يا له من جهاز قوي، صحيح؟ ولكنه ضعيف البنية. ألا ترين؟ هذه المرة لم أتردد. سبق السيف العزل. كارجا الواثقون، افرحوا، فقد انتهت أعوام ظلامنا. يشقشق فجر جديد في الأفق،
وسيشرق صباح يوم جديد. وحين يحدث هذا سيكون ملك الشمس المزيف جثة، وميريديان المقدسة ستصبح لنا من جديد. وبهذا أنا أصبحت أداة للنبوءه. اتحدت كل أجزاء الطبيعة من أجل نفس الغاية، الظلام إلى شمس، والنور إلى ظلمة، والليل إلى نهار. انظروا! الزموا مقاعدكم! ألا ترون دليل بركة قرص الشمس أمام أعينكم؟ كيف يمكن لهذه الظلال أن تتجول في ضوء النهار هكذا؟ ألم يوافق عليهم قرص الشمس وينضموا معنا لنفس الغاية؟ منذ سنوات عديدة لتقديس هذا الخاتم العظيم، أمر المشاع جيران العديد من عديم الثقة أن يلقوا بأنفسهم أسفل حوافر البيهيموث. البيهيموث هائل في نظر قرص الشمس، ولكنهم سيصبحون أعظم اندمجوا قواهم مع قوى الظل. فلتكن هذه التي ذلت وبكرت أول من تموت، دعها تكن الأولى من بين الآلاف. ومجموعة سكرابر فسد. كل أسلحتي على المنصة ولا سبيل للخروج من الحلبة. حسناً، لن يسهل الأمر عليك. اقتلوها! اقتلوها! لما توليهن الأمر؟ تعال وقتلني بنفسك! Silence.
أنت هنا، هنا فعلا، خطرت بعمرك. بالطبع فعلت. لو قتلت لما كشف جبل النور المقدس عن أسراره. من المؤسف أنك ضيعت وقتك. دمر هيليس مسلاطي وفيه سجل ألفا. غير صحيح، وأنا أراقب مسلاطك. قمت بنسخ كل البيانات التي مسحتها. تنصيب البيانات على مسلاط جديد كان سهلا. ميلاد سعيد يا آيزاك. والدك بالتأكيد يحب صغيرة. إنك تجعل إعجابي بك مستحيلا يا سايلنس، لكن أنا بحاجة لهذا. سترين مكان مولدك وربما تعرفين السبب. أجل، أقابل الآلة التي ولدتني، أليس قولك؟ سأغادر. لحظة. أجل. منذ متى تخترق الروبوتات؟ منذ أن اكتشفت الطريقة، لكن كان علي تدمير مفسد للحصول على الأجزاء الضرورية. لكنك أريتني كيف أفعل هذا. تلك فائدة لمراقبة نشاطاتك من خلال مصلاتك. في الحقيقة إن المنطق الكامن وراء تلك الطريقة لا يختلف عن الطقوس التي يمارسها شامان ألبانوك، لكنها أكثر تطوراً بالطبع. عظيم، على الرحب أظن. كيف تعقبت موقعي بينما لم أكن أرتدي مصلاطاً؟ حقاً يا إيلوي، لا يتطلب الأمر عبقرياً ليعرف أن هيلي سيرميكي في حلبة الشمس. استهلكت اثنين من الاسترايدر لأصل هنا. والآن اذهبي. تعرف عليك هيلس في حلبة الشمس. لقد أخبرتني أنك ساعدت الكسوف، لا أنك عرفت الرجل الذي قتل. كاد يقتلني. الآن تعرفين إن الرجل تهديد خطير، لذا فلنحرص على ألا ينجح هو وحادث. صحيح، سأذهب الآن. والسيء في الأمر أن هيلس أمر فصيلاً من الكسوف بمهاجمة أردينورا. إن القبيلة ضعيفة، لن يكون لديها فرصة. يجب أن تأتي معي. هذا محال، لدي تجهيزات في مكان آخر. أي نوع من؟ ولماذا أسألك؟ لن تخبرني. حين يحين الوقت سأتصل بك. سأتصل بك في الوقت الحالي. إن عدت إلى منطقة كارجا الظل سأوتيك بدرع يخفي هويتك. تحسب حساب كل شيء، صحيح؟ على أحدنا فعلها. إيلوي، أثناء استعادتك سجل ألفا في مخبأ البزوغ كنت قاسيا بالفعل. لأجلك آمل أن يكون هناك من ينتظرك داخل الجبل، ليس شيئا بل شخصا. أجل،